كنا مسافرين ومرينا من قرية زميلنا عباد، وحصل معانا موقف محرج ومؤثر في نفس الوقت. اضغطوا زر الإعجاب وتفضلوا بالمشاهدة. هذا قرية عباد يا أخ عمر، هذا اللي احنا فيها الآن وصلناها قرية. متأكد؟ عباد. نعم. وش دراك؟ أنا أعرفها، جيت مرة لها أنا ناوي. أنت فيها؟ أيوة. إيش عنده؟ لو نلقاه على الطريق. إيش عنده؟ إيش فيك أنت؟ لا. لو كنا اتصلنا له. لو اتصلنا له. قلنا له بنمر من قريتك. نسلم عليه ونمشي. نعم. نجزع نسلم عليه ونمشي، ما فيها شيء. هذا هو. اذكر الحي محترف. ما ادري شيء معه، لا اتصلنا له ولا عملنا مفاجاه هكذا. المهم احنا غلطانين. غلط هو غلط مجي. غلط كبير. لا كان المفروض يتصل له اتصال، لكن ايش نصلي؟ جينا فجر. ما ادري شيء معه هذا وما بش. ماشي هو خليك مع الجيش. يا جماعة يمكن أحرجنا الرجال، جينا لف يعني مفاجأة في موقف محرج الحين كيف؟ أنا بدنت أخبر والله ما أدري صدق. لا اتصلنا له ولا كلمناه يعني مفاجأة هكذا. كيف حالك يا أخي مصر؟ والله الحمد لله ما نسأل عنك. بخير ما رشي. الحمد لله على كل حال. أنا جيت لعندك في أمر ضروري، تهيأ البصيرة. خير إن شاء الله. بصيرة البيت. واشتي منك 10,000 ريال ضروري. بالضرورة هالقصور. 10,000 ريال للضرورة القصور. تيه بصيرة البيت تكون بيدك حتى أسدده يعني في بيتي. ليش إيش عندك؟ مرض ولا موت؟ ما فيش داعي لهذا، خلها على الله بس. لا تقول إيش عليك. تدري 10,000 أقضي غرضي. إيش المشكلة؟ وضح لي يعني، لازم فيه شيء. لا تشكيل بشر، أشكيل الله. أشتي 10,000 دين. تمام الله يحفظك. الأرض يا أخي ما فيش حاجة، في عليك مشكلة، في عليك مرض، شيء لا بس إنه شوف مات الوالد شيء حاجة يعني. شوف الإنسان ويشكي ربه، لا يشكي البشر. نعم. البشر لا تشكي، لا ما بين. اللهم أن نديت لك البصيرة هذه تكون رهن عندك مقابل 10,000 ريال يعني للضرورة القصوى. عندي أمر طارئ. طيب وضح لي الأمر يا أخي. يا أخي عندي ضيف، أجالي ضيف. ضيف عندي أجل، أشتي أبديه.
مصاريف، أبز مصاريف والوضع كما يعلم الله، وما بعد مش داعي إلا باختصار. نعتذر منه ونقول له كان مفروض الاعتذار. ماشي هقعد له أكثر من ساعة وساعة ونص من يوم خريج. عملناها يا أخي في موقف محرج. ما شاء الله. أنا إني غلطة بديت. مفروض كنا. رحمة الله عندك في حالته ولا ترى الوضع منها. جيتني بالبصيرة علشان تبيض وجهك. نعم. جيت بصيرة البيت علشان تبيض وجهك. نعم أبيض وجهي للضيف. هنداري. نعم. شل البصيرة. أيوه. سرد بندق الجد. الجد. أنت قولت تشتي تبيض وجهك. لا سواد وجه هذا بندق الجد هي تراث حاجة كبيرة غالية. إيش تحكي لك أنت دي لك الجرب بندق حق جدي. هي تراث. تراث ولا إيش ما هي. أيوه. تشتي تبيض وجهك. آه. أتيت بندق الجد ولا دبر حالك. أنت حطيتني في أمر محرج موقف محرج يعني لكن فرضة تدي لك في الجوال تمام أها مو بتغلط أنت ما تنسى يلا ادخل ادخل أجي وقتي يا مرحبا مرحبا اعذرنا على التأخير تأخرنا عليكم ها لا لا عادي ما في حياكم الله ما نفتهم ونغدى وكل شيء ما يصير المهم حكى ولدي هنا لا حرك هذا لا تدق على الدواء لا تدق على الوحي مشي لا تدق على الدواء لا يحط لي جنبها هو الطريق كوفيد زعلنا خلاص نمشي اسمعوا عم نكلمه بالله فهمت معناه اتصال معناه مضروبي معناه موت معناه حاليا نستعدد نجي أكرمك الله يا عباد أكرمك الله الكرامة السهيلة حياتي لك الله معكم أكرمك الله وكثر الله خيرك خيرهم كثير إن شاء الله أنا أشكرك والله خيرهم كثير إن شاء الله أمانة سامحنا أسامحكم على أي شيء يا أمان الله الله معكم الله الله معكم تحياتي يا مرحبا خير هذا بندق الجد بيض وجهي بيض الله وجهك وفيك تعال تعال اجلس اسمع يا اخ انا ما طلبت البندق هذا طمع فيها ولكن نفسي تريد تأدبك ياه لأنك جيتني بصيرة البيت أو المال أو بندق الجد علشان أقرضك 10,000 تبيض وجهك للضيوف نعم الله المستعان عليك أنا ماني شيء من النوع الذي يستغل ظروف الآخرين أنا أحفظ ولا أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله من قال من بات شابع وجاره جائع والجار للجار مهما جار وإحنا جورة ماشي داعي تجي تدور لي أقرضك 10,000 بصيرة المال ولا بندق الجد أنا ما نش من هذا النوع
أديك كم مشتي أشتي بيض وجهي مهما كانت اللي ودي أغلى ما أملك إحنا جورها الله يرحم والديك تجيني بعطيك كم مشتي تعال قل لي هات أطلب الغالي رخيص أدي لك كم مشتي وتفضل البندق هذا حق جدك قلت لي غالي أخوتي الكرام لا تبخلوا على الفيديو بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. هذا عثمان ولدي بيصيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.